مع دينا الشربيني، مبروك شقه، نجاح كبير ما شاء الله في مصر محققينه الحمد لله. بس انا لفت نظري الحاجة ايه بقى، ان انتوا يعني اول حاجة طبعا كل الناس اتكلمت فيها ان انتوا اشتغلتوا كتير قوي مع بعض الحمد لله. قد ايه بيفرق معاك ان انت تشتغلي مع ناس انت اشتغلتي معاهم قبل كده؟ بيفرق معايا قوي. يعني يمكن بتبقى احلى حاجة ان خلاص بقى تحس ان انت بتشتغل مع اهلك يعني في بيتك. ايه اكتر حاجه علقت عليها اول ما لقيت الكاست ده تحديدا هو اللي معاكي؟ قلت الله. كلمت مين فيهم؟ هو عمرو اللي كلمني. طبعا كريم السبكي المخرج، وعمرو كلمني وكنا متحمسين جدا جدا جدا. بعدين بقى كلمت تايسون، كلمت امينه، طبعا بقى القمر اللي منوره سيفا طبعا. فكان شرف ليا برضو ان انا اشتغل معاها. طبعا حلو جدا. احنا قاعدين بنشوف دينا بقالها فتره دور البنت اللطيفه الكيوت لعنياتها، ده مقصود منك ولا الشر طالع في حته ثانيه؟ لا انا عملت شريره كتير قوي. انا بتكلم مؤخرا. عندنا لا عشان مؤخرا عندنا كامل عندنا كامل العدد. ما انا لازم ابقى طيبه فيهم، طب اعمل ايه؟ لا بس عملت شريره كتير. انت حاسه ان انت عايز تعملي حاجه مثلا مختلفه تماما عن اللي انت عملتيه في شقه وعن اللي انت عملتيه؟ شقه ملوش اي علاقه بكامل العدد خالص. مش معنى ان بني ادم يطلع طيب ان هو نفس الكاركتر يعني، ومش معنى انك شرير بتعمل ادوار شرير انك نفس الكاركتر ولا نفس الطبقه ولا نفس، لا فهم مش شبه بعض خالص. حلو ده. فاطمه دي غير ليلى تماما. هما كانوا اتنين، كان بينادي على زميله ويقول له يا شقه. حلو ده. يعني الناس اتكلمت على كامل العدد واتكلمت على شيء بشكل كبير قوي الحمد لله. بس تحس كامل العدد انا من الفانز بتوعه الاول والثاني. الله ثانك. يعني هو بيعزف منفردا الحمد لله، فاللي هو دايما الناس دايما بتتكلم على كامل العدد اللي هو لا هو الحاجه الحلوه اللي دينا ثبتت لنفسها انها قادره تبقى ام الفريق. احساسك ايه وانت ام الفريق؟ احساس حلو والله، تخيل. بحبهم قوي. كتير قوي. بس جمال، مفيش حد فيهم يهبله بجد، يجننوا. ناويين على حاجه ثالثه ولا في؟ باذن الله لو لقينا حاجه تليق بيكو اكيد. من انصار الناس اللي بتقول انا ابقى موجود او يعني اغيب موسم مثلا من المواسم ما بقاش موجود عشان الناس تشتاق لي، ولا انت لا انا طول ما في ورق كويس وطول في ورق طول ما في ورق كويس هفضل اشتغل لحد فور ايفر؟ لا طول ما حاسه ان انا، بص النجاح ده بتاع ربنا. انا دايما بقولها وهفضل اقولها لحد ما اموت، النجاح ده بتاع ربنا. ممكن حد يبقى عامل مجهود جامد جدا جدا ومش مكتوب له النجاح، او ما توفقش، او كان الناس مش حباه في العمل ده، ولكن انت بتعمل اللي عليك في جميع الاحوال. اكيد اكيد طول ما في ورق حلو وانا صحتي لسه كويسه. لا ربنا صحه لسه عشان تعبت بس الفتره اللي فاتت، فلا يعني الله يسلمك ثانك. فاكيد مين شقك في الحياه بره الشغل؟ شقك اللي انت تقولي ده شقي شقي؟ ابويا الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. يعني ماشي. اغرب احساس ممكن يجيلك بعد انتقاد، بعد خلينا نقول انتقاد اعمال، ما نجيبش انتقاد امور شخصيه، انتقاد اعمال تحديدا خاصه من النقاد او الكلام ده، لما بيجي حد يقول لا دينا كانت المفروض مثلا انها تعمل الدور ده بالشكل الفلاني او تختار ورق اكتر، بتتضايقي؟ بس الحمد لله ما حصلتليش كتير. كان العدد كله يعني احنا كان عندنا مثلا على قناه المشهد كان عندنا نقادنا جمال فياض، طارق الشناوي، عبد الله غلوش، كريم وكريم جدا. كلهم اشادوا بدورك في كامل العدد وكامل العدد وحابين ان هو يفضل مكمل. الحمد لله الحمد لله. بص اما النقد بيجي من شخص دي شغلته ومتمكن فيها وبيفهمها لازم اركز فيها واشوف. يعني لو حد انتقدني على عمل ان انا ما عملتوش كويس والحد ده انا واثقه هو مين، مش اي حد بينتقد، لازم اشوف وجهه نظره واحاول اصلحها. فاهم قصدي؟ مش بس بتحاول تصلحيها طبعا، مش بس لو نقاد، حتى لو مخرج مهم، حتى لو ممكن تكلميه تقعدي تقولي له انت ليه لا انا ما بعرفش اكلم حد، ما بعرفش اعمل الحاجات دي. بس مثلا لو قابلت حد وقال لي كده فهسمعه ومش هتضايق ابدا. بشوف ان ده مش ذكاء ان انا اتضايق، لان هو فاهم في شغله. انما النقد اللي بيبقى لمجرد النقد ولا كاني سمعته ولا كاني شفته، لان انت مش متخصص في ده. ولكن في حاجه اسمها بقى راي الناس، ده يهمني جدا.
يعني للناس اللي في الشارع. اما اشوف حد في الشارع مش عاجبه والاقي اجماع على ده, لا يبقى انا ماشيه غلط برضو. ما انا بعمل لهم هم. نزلتوا السينما وشفتوا الناس بنفسك الله. في شقه عملت ازاي؟ كانوا بيحتفلوا بيكي بايه؟ بالاثنين. هم عشان الاثنين ورا بعض. حسيتي ان الاطفال الصغيرين اتعلقوا بيكي اكتر من دي؟ احلى حاجه حصلت لي في حياتي, بقول بجد ربنا والله جميل قوي 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 يعني الحمد لله. لان الاطفال دي ده ما مش هيجاملوا صح. انا مخضوضه من الاطفال اللي بتيجي تسلم عليا باعمارهم المختلفه ببهات والله العظيم 3 سنين و4 سنين, اللي هو هو انتوا فاهمين اصلا انتوا بتشوفوا ايه؟ فعلشان في سنهم في المسلسل صح. فاهم قصدي؟ يعني هم حبوا المسلسل ان شايفين بيبي وشايفين حد تاني, سيليا اللي هي فرح صغنطوطه, وحسن وحسين اللي هو يوسف ويونس, بكل بقى الجمال حبايب قلبي اللي كانوا معانا. انتوا اتعاملتوا مع كل الاعمار السنيه تقريبا لحد أيوة. المراهقين أيوة. وانتوا عارفين بيكبروا بقى. والضحك بقى اما احنا رحنا نصور بقى, فكل حد فيهم بجد كبر كبر يعني, حتى باين اكتر في الصغيرين اللي هو انت تولتي انت مش عارف ايه كده. لا يعني بحبه. دايما احنا بنتمنى لك التوفيق يا دينا, ودايما بنبقى مبسوطين وانت موجوده على الشاشه سواء سينما او مبسوطه بيكوا سواء دراما. في مسلسل 10 حلقات كل الناس اتكلمت عليه وانت قلت عليه, الطبيعه بتاعته ايه؟ الشخصيه مختلفه ازاي يعني؟ هو تاليف مريم نعوم بموت فيها. انتاج محمد مشيش, برضو عملنا نجاحات الحمد لله مع بعض كتير وبحبه جدا. اخراج استاذ بركه, ان شاء الله الاخراج يعجبكم. واياد نصار في المسلسل. الله ايوه ماشي. فانا واياد لا يعني اياد بقى ما كناش اشتغلنا مع بعض قدام بعض, يعني اشتغلنا في اعمال مع بعض ولكن مش ما تقابلتوش, ما فيش مشاهد جمعتكم يعني. كان حاجات قليله قوي. فده طبعا انا واياد يعني انا مبسوطه جدا جدا ان انا اشتغلت معاه. عمل ضجه في رمضان برضو بصراحه. ايوه وعايزه يعني بجد عايزه اقول له مبروك, ان بجد بجد انا كنت متفائله جدا للمسلسل, ان احنا كنا بنصور قبل ما هو يصور رمضان على طول. فلا المسلسل خطير وهو حلو قوي وكل اللي في المسلسل حلوين, فبجد بجد يعني دينا احنا مبسوطين قوي ان انت موجوده معانا. مبروك شيء عقبال النجاح, هيبقى في دبي وفي السعوديه زي مصر بالظبط. يا رب يا رب. ميرسي نورك. ثانك يو ثانك.